وانا في الدور ده بعمل مراحل عمريه. يعني احنا جودر وهو شاب بيبدا وهو عنده 30 سنه، يعني اول ظهور لجودر شابا وهو عنده 30 سنه، وبيمر بقى بمراحل عمريه. يعني اول حلقتين كده هو عنده 30 سنه، وبعد كده بيكبر شويه. ويكبر لحد كام؟ مش عايز احرق لك الاحداث بقى، ما يعني انا بديك حاجات تفاصيلك حاجات. بص انا ربنا فعلا يعلم انا بحبك قد ايه، بقدرك قد ايه، بحترمك قد ايه، بس كمان لا والله العفو. وبعدين بس موضوعيا انا بحب اصلي الف ليله وليله جدا، من لما كنا صغيرين كلنا، يعني احنا قريبين من بعض في السن، فكلنا بنحب الف ليله وليله. اي حد في الدنيا بيحب الف ليله وليله، بس انت فتحنا عينينا عليها. ام قوي يعني ام جدا ابطال الف ليله وليله، وشخصيه جودر ابن عمر هي بتاعت ياسر جلال، ربنا سبحانه وتعالى عايز كده. تعرف يا استاذ يوسف، احنا في ظل الظروف الضغوط اللي حوالينا في الحياه، سواء السياسيه والحروب اللي احنا بنشهدها حوالينا من كل ناحيه، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ومع ضغوط الحياه القاسيه والظروف الصعبه اللي كنا بنمر بيها، يا رب وربنا ينصر بلدنا ويعدي الظروف دي على خير بقياده السيد فخامة الرئيس طبعا اللي بيقود السفينة، وإن شاء الله هيعدي بينا على خير بأمر الله يا رب. إحنا محتاجين نهرب يعني شوية، نروح لعالم الخيال والحواديت والأساطير. صح، بيحصل لك نوع من الريليف، الراحة النفسية كده، بتروح للبراءة بتاعة الحدوتة. يعني أنت حتى تلاقي الاعمال اللي هي بتاعت الف ليله، علي بابا وعلاء الدين والسندباد والكلام ده كله، انت لما بتتفرج عليها بتلاقي نفسك انت ارتحت، جالك نوع من الراحه النفسيه. ايوه بتفصل، بتروح حته ثانيه. ما اتعملتش بقى كتير، لو اتعملت عدوا عليها، مروا عليها مرور كرام. والاستاذ انور عبد المويس، وانا شفت طبعا لقائه مع حضرتك، شفته متاخر امبارح معادا او النهارده تقريبا، كان لقاء ممتع الصراحه. الله يخليك. وهو عمل في ألف ليلة، عمل من جودر دي حكاية كتيرة قوي، يعني أضاف ليها أشياء وبدل في أسامي الشخصيات ودخل أقطاب صراع جديدة وعناصر صراع جديدة، عمل منها حكاية كبيرة قوي. يعني هو عمل طبخة جديدة، يعني ما خدهاش زي ما هي كلاسيكيا، هو أضاف عليها خالص. لا أضاف عليها كتير وغير فيها كتير. طب ده حاجة عظمة، انت كده شوقتنا أكتر من اللازم، ان احنا اللازم يعني مش عارف اقول لك ايه، انا عايز اسرق اي حاجه من جوه الاحداث بس مش هينفع برضه. طب قول لي انت عايز تعرف ايه؟ تعال ناخد السؤال الابسط والاسهل. طب جودر مكمل معانا لحد ما هيبقى عنده كام سنه؟ جودر مكمل معانا لحد ما يبقى عنده كام سنه؟ يعني لحد ما يبقى قدي كده. طب لا يبقى لسه صغير، ده كده 40 مثلا. مش هيكبر كتير قوي يعني، مش هيكبر يعجز يعني. طب امبارح كان ياسر جلال غطسان في الميه ليه؟ بص يا سيدي، احنا عندنا مشهد جوه البحر. ها. والمفروض ان انا يعني بهرب يعني، فبعوم بقى في وسط البحر. هو للامانه انا كنت بصوره في مكان يعني في خوض كتير جدا جدا، وبنعمل بقى ميه وامواج وبتاع، فكنا بقى الامواج يعني بتتحرك وانا جوه الحكايه ده باختصار يعني، ده غير ما احدد يعني وافصل اكتر.